السلام عليكم. إذا بالنسبة للجواب ديال السؤال ديالنا، كنا طرحنا السؤال حول يعني الإنسان اللي باغي يدخل لهذا المجال ديال الصالة والخياطة، الناس اللي باغيين يتعلموا أشنو يتعلموا، يعني أشنو اللي يدخلوا يقراوه هو الأول، واش يدخلوا ياخذوا التقليدي هو الأول ولا العصري هو الأول، يعني واش ياخذوا غير تقليدي بوحدو كافي او لا غير العصري بوحدو كافي، او لانهم خاصهم ياخذوهم بجوج، ولا كانوا غادي ياخذوهم بجوج اشنو اللي غادي يسبقوا. اذا الجواب هنا هو اننا خاصنا الا بغينا نتعلموا او الا بغينا ندخلوا لهذا المجال تيخصنا نتعلموا التقليدي والعصري بجوج بهم، وحبذا لو كانت الفرصه على اننا ناخذهم في ان واحد، الا انه الا ما كانتش هذه الفرصه هذه، فالجواب هو انه نسبقوا ناخذوا او لا نقراو العصري هو الاول. علاش غادي ناخذوا العصري هو الاول؟ لان الان واخا نبغيو نخدموا في المجال ديال التقليدي، تيخص يكون عندنا المام بالمجال من جميع الجوانب، خصوصا العصري. حنا كنخدموا الان العصري، كنخدموا تقليدي معاصرا، ما بقيناش كنخدموا تقليدي. اللي كان الخياط التقليدي من دابا واحد 20 عام هادي ولا 30 عام، فكان الخياط التقليدي هو اللي كيخيط ملابس تقليديه بطريقه تقليديه من طبيعه الحال، كان يبدع ويتفنن في هذا اللباس هذا وكان عاطي حقه. ولكن الان اصبحنا نرى التقليدي بلمسات عصريه بواحد النسبه عاليه، وبالتالي هاد اللمسات وهاد الابتكار اللي ولا في التقليدي عطاه واحد الاشعاع وزاد طوره من طبيعه الحال. هذا ما كاينش ما كانش مطور ولا ما كانش افضل، ولكن زاد حسن من او لا زاد في الاشعاع ديال اللباس التقليدي. ولينا كنشوفوا ان القفطان المغربي اصبح يضاهي الازياء العالميه. اذا بالنسبه للشيء اللي خلى ان القفطان المغربي يوصل للعالميه، هو اننا اصبحنا نبتكر فيه، وبالتالي يعني دخلنا ليه لمسات اللي هي حديثه اللي كتواكب العصر وخلاته على انه يتعرف عالميا. إذن باش أنني ندخل المجال ونعطي فيه، فتيخص يكون عندي إلمام به، إلمام بالمجال من جميع الجوانب. داكشي علاش تيخصني نقرأ العصري هو الأول، لأن ممكن ناخذ العصري في واحد الفترة وجيزة، ناخذ غير لاباز، ناخذ غير الأساسيات ديال العصري، كافين على أنني نخدم التقليدي بطريقة معاصرة والطريقة يعني اللي كتواكب العصر، ونقدر انني نبدا فيه ونتذكر فيه انا بداك الشيء اللي بغيت. ومن بعد كيتفتح لي المجال انني نتعلم تقليدي ونعطي حقه، لان بالنسبه للتقليدي باش انك تعلمو تيخصك ليه الوقت، تعطي الوقت الكافي، وتيخصك تبدا من التقليدي اللي كاين دابا معاصرا وتبدا ترجع به اللور حتى تعلم التقليدي الاصلي اللي كان شحال هادي، التقليدي اللي كانت تخدم به. فالان ولينا كنخدمو تقليدي بالاله، خياطه بالاله من طبيعه الحال، ولكن راه تيمكن لينا نتعمقوا فيه ونرجعوا للزمن اللي كان، ولا نرجعوا لذاك التقليدي اللي كانت تخدم لي، اللي كانت تخدم بالسفيفه والطرسان ولا الضفيره ولا المسائل كلها هي كانت تلصق بلي، فاش كان القطيب، فاش كان زواق المعلم بليد، فاش كان يعني واحد العدد ديال الامور اللي كانت كتخدم في التقليدي فقط بليد. اذا هادشي علاش تيخصنا نسبقوا العصري، باش كتبقى لينا فرصه كافيه اننا نعطيو التقليدي حقه ونحافظوا عليه ونحافظوا على هذا المورد الثقافي اللي كيعبر على الهويه وعلى الثقافه ديال البلاد. بالنسبه للسؤال الموالي، هو فيما يتعلق بزواق المعلم، شنو هو الفرق ما بين زواق اللصق وزواق الطير؟ بطبيعه الحال بالنسبه للاجابه يمكن انها تكون اجابه كتابيه عن طريق التعليقات، كذلك ممكن انها تكون اجابه عباره عن صور اللي كتبين لنا شنو هو الفرق ما بين زواق الطير وزواق اللاصق من خلال التعليقات في الفيسبوك. السلام عليكم.